السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة باتيس حنان. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم تشيز كيك بدون فرن، اقتصادي وسهل، بمكونات بسيطة، بدون بيض، بدون جبن الماسكاربون، وكذلك بدون جيلاتين. مكونات بسيطة وطريقة سهلة، غادي نحضروا تشيز كيك اللي كيجي لذيذ في المذاق وكيجي كريمي في القوام. فما عليكم الا تابعوا معي الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا المكونات وطريقه التحضير. والى عجبكم المحتوى ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس وكذلك الاعجاب بالفيديو. ندوزوا لطريقه التحضير. وغادي نحتاجوا لتحضير تشيز كيك. اول حاجه غادي نحضروا القاعده اللي غادي نستعمل فيها 100 غرام بسكوي. هنا استعملوا اي بسكوي اللي عندكم. هنايا انا استعملت هذا البسكوي ماريا. غادي ناخذ 100 غرام وغادي ندوزو في الهشوار. هنا ما غاديش نطحنو بزاف، فقط غادي نخليه شويه مهرمش، فقط غير قطع اللي كتكون رقيقه، يعني غير ما كنلينوش بزاف. كيف ما قلت لكم هنايا خديت 100 غرام من هذا البسكوي، فممكن تاخذوا اي بسكوي اللي متوفر عندكم. كنطحنوا كيف ما غادي تشوفوا معايا القوام، كيف ما شفتوا هنايا ما كنلينوش بزاف، كنخليه شويه مهرمش. وغادي نزيد هنايا معلقه كبيره اللي كتكون عامره الزبده، يعني ذوبتها، يعني القياس اللي غادي يجمع لينا البسكوي، يعني ملي كنضغطوا على هذا الخليط ديال البسكوي والزبده كيتجمع. هنا استعملت زبده حيوانيه طبعا، وعاودت دوزته في الهشوار باش كي تنسجم الزبده مع البسكوي. كيف ما كتشوفوا هنا ملي كنضغط على الخليط ديال البسكوي والزبده كيبان ليا كيتجمع. من بعد كناخذ اطار اللي فيه 18 سنتيمتر على 4 سنتيمتر في الارتفاع، اللي كنفرش ليه ورق الزبده في الصحن او في اي طبق. من بعد كنفرغ البسكوي في الاطار وغادي نحاول نقادو مزيان. هنا غير غادي نحاول نقادو في الاول، من بعد غادي نضغط عليه مزيان باش كيتماسك كتجي عندنا القاعده متماسكه. هنا انا استعملت هاد الاداه ديال الحرشه، ممكن تستعملوا كاس او اي حاجه اللي تقدروا تضغطوا بها بهذا الشكل باش كتماسك لنا الطبقه ديال البسكوي. فكنقادها مزيان وكنضغط عليها حتى كتماسك مزيان. من بعد غادي ندخلها للمجمد حتى كتماسك وكتقصح هاد الطبقه ديال البسكوي، عاد غادي ندوز باش كنوجد الطبقه الثانيه. من بعد ما دخلتها للفريغو غادي ناخذ هنايا 250 غرام قشده طريه. انا هنا خديت ديال العبار، فهاد القشده كتكون يعني النجاح ديالها كيكون مضمون وكتطلع بسهوله، ما كتاخذش منها وقت طويل باش كنطلعوها. هنا كيف ما قلت لكم خديت 250 غرام، كنبدا كنطلعها كيف ما شفتوا كتبدا تطلع. غادي نزيد جوج معالق ديال السكر، غنزيد المعلقه الاولى وغادي نخلط مزيان، وغادي نزيد المعلقه الثانيه كذلك. وغادي نخلط حتى كتماسك الكريمه، غير ما كنخليوهاش تماسك بزاف، غير كتشد راسها مزيان صافي كنحبس. كيف ما غادي نوريكم القوام كيف ما شفتوا كنخليوها رطبه، غير كتماسك كنحبس، ما كنبقاش نطرب بزاف حتى كتجي كتقصح بزاف اولا كتحبب. فضروري تبقى عندنا باش كتجينا الطبقه ديال الطبقه ديال تشيز كيك كتجي ناعمه وكتجي كريميه.
من بعد هنا ما غاديش نستعملوا جبن الماسكربون كيف ما ذكرت معكم في اول فيديو، فغادي هاد الوصفه غادي تكون اقتصاديه، فقط غادي نستعملوا الجبن الطري. انا استعملت هذا النوع ديال الجبن، ممكن تستعملوا اي نوع من هاد الانواع ديال الاجبان الطريه اللي زدتو على الكريمه. وكيف ما شفتوا معايا فقط غير خلطته وحبست، ما كنبقاوش نخلطه بزاف باش ما كتعاودش تهبط لينا الكريم. ومن بعد كنكمل كنزيد نخلط بالسباتول حتى كينسجموا هاد العناصر كلها. كيف ما شفتوا هنايا كتكون الكريمه ناعمه وكتكون خفيفه. هنا كنخرج الطبقه ديال البسكوي من الفريغو من بعد ما تجمدات، وكنضيف ليها الخليط ديال القشده الطريه اولا الشونتيي مع الجبن. صافي هنايا غير بالمعلقه كيف ما شفتوا كندير هذه العمليه باش كيدخل باش ما كيبقاوش عندنا فقاعات فارغه في الكريم من الداخل. كنبقى ندير هذه العمليه حتى كتدخل ليا الكريمه في الفراغات كلها، وكتولي الطبقه اللي ملساء. من بعد كنقادها بالمعلقه بهذا الشكل، كنحاول نقاد ليها الوجه غير بشويه، كنحاول نليسي ليها الوجه وكنعاود نرجعها للمجمد. هنايا كنخليها حتى كتجمد مزيان. انا هنايا خليتها حتى اليوم التالي، ومن بعد كندوز ملي كتجمد مزيان وكنبغي نخدمها نكمل المرحله الثالثه. كناخذ هنايا الصلصه ديال الفريز، كنت حضرتها معكم في فيديو سابق. فغادي نخلي لكم رابط الوصفه ديال الكيكه بهاد الصلصه اللي استعملتها فيها. خديت الفريز تقريبا 150 غرام، هنايا غادي نعطيكم كميه اللي قليله، 100 او 150 غرام ديال الفريز. غادي نزيد لها معلقه كبيره ديال السكر، كنحطها فوق البوطه وكنبقى كنحركها حتى كتعقد وكنطحنها. وغادي نزيد ليها معلقه ديال النشا، معلقه صغيره. انا هنا حيتاش كانت عندي الصلصه في المجمد، يلا دابا زدت ليها معلقه صغيره ديال النشا، وغادي نرجعها فوق البوطه وغادي نبقى نخلطها حتى كيعاود يغلى الخليط وكيتقال كيولي بهذا الشكل. وغادي نزيدو هنايا مباشره، كنكون وجدت التشيز كيك جبدتو من المجمد، مباشره غادي نزيد فوق منه الطبقه ديال الفريز مباشره. من بعد ما كنحيدها من فوق البوطه كنفرغها قبل ما كتماسك، ولو ان هاد الصلصه ديال الفريز ما كتماسكش بزاف لاني ما مستعملاش فيها عفوا كميه كبيره ديال النشا، فقط غير باش ما تسيحش لينا. كنخويها كيف ما شفتوا معايا من الفوق، وكنبقى نقادها بسرعه باش ما كتجمدش لينا لان الكريمه كتكون بارده بزاف. فمن بعد ملي كنخويها كنحاول نقادها بسرعه كيف ما قلت لكم، وكنحاول يعني نخليها تكون طبقه اللي مقاده. من بعد كناخذ موس وكنخوي الفقاعات ديال الهواء اللي كيكونوا بهذا الشكل. صافي كنعاود نقاد ليها الوجه وكنرجعها للمجمد حتى كتماسك الطبقه ديال الفريز. من بعد كنخرجها من المجمد، وغادي ناخذ هنايا سربيته اللي كنديرها في الماء سخون، كنبقى نخشيها في الماء سخون وكندوزها من الجناب على المول بهذا الشكل باش كيطلق لينا ونقدروا نديموليوه بسهوله. كنبقى نكرر هذه العمليه كيف ما كتشوفوا، وكنبقى نجرب واش نقدر نحيد الاطار بسهوله. الا كان عندكم الشاليمون ممكن تستعملوه. صافي هنايا من بعد ما كندوز عليها بالسربيته اللي كتدوزها في الماء سخون كنبدا كنحاول نديموليه. كيف ما شفتوا هنايا حسيت به باقي شويه شاد، غادي نعاود ندوز عليه
عاد غادي نكمل باش كنديمو ليه كله. صافي هنايا كنبقاو غير بشويه كنحاولوا معاه باش ما نخسروش الجوانب ديال الكريمه. صافي وكيكون عندنا بهذا الشكل. صافي هنا كنحطو في صحن التقديم وغادي نخليه حتى كيطلق. عاد كنقطعوه هنا، ممكن تخليوه نص ساعه ولا ساعه، عاد كنقدموه حتى كتطلق لينا الكريم وكيطلق لينا باش نقدروا نقطعوا الطبقه ديال البسكوي. وهذا هو الشكل النهائي ديال التشيز كيك اللي حضرت معكم. كيف ما كتشوفوا هنايا كيتقطع بسهوله. صراحة تشيز كيك اللي كيجي في المذاق ديالو رائع، برغم انه بمكونات جد بسيطة وكيجي اقتصادي. كذلك هاد الكريمة الطبقة ديال الجبن اللي استعملنا كتبقى متماسكة، يعني ما كتسيحش، كتبقى متماسكة وكتجي كريمية في نفس الوقت. وكذلك الطبقة اللي درنا ديال صلصة الفريز فكتبقى رغم اننا ما مستعملينش فيها الجيلاتين فكتبقى كيف ما كتشوفوا متماسكه وما كتسيحش لينا من الجوانب. هنا غادي نقطع معكم تشيز كيك باش تشوفوا القوام ديالو كيفاش كيجي. تشيز كيك اللي كيجي بارد وبدون فرن وبمكونات بسيطة. نتمنى أن هذه الوصفة تنال إعجابكم وتجربوها. هنا كيف ما كتشوفوا كيبقى محافظ على الشكل ديالو. غادي نحاول نوريكم القوام ديالو كيفاش كيجي. كيف ما شفتوا معايا طبقه اللي كتجي كريميه وحتى المذاق كيجي المذاق ديال الجبن الطري كيجي باين بدون ما نستعملوا جبن الماسكاربون، فقط كتبقى بديل للوصفه الاصليه وكتبقى وصفه اقتصاديه والمهم انها كتجي لذيذه. كذلك كانت هذه هي وصفة اليوم، نتمنى أنها تكون نالت إعجابكم. شكرا على حسن المتابعة وإلى فيديو قادم إن شاء الله.